السلام عليكم، تعالوا نشوف فيديو جميل جدا لفائدة الذكاء الصناعي. تمام، تختار المكان اللي انت عايزه وتحدد الاستخدام بتاعتك هتبقى عاملة ازاي. طبعا هو بيدي كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها، غيرت الشكل فكل حاجة بتتغير، وتبدأ بقى تشوف كام دور والتقسيمة انت عايزها قد ايه، فيعملها لك في ثواني. كيرو ديزاين جنريت مودلر بيلدينج ديزاينز. احنا في خطر. الذكاء الصناعي حاجة رهيبة.